اكيد الاستاذ مناف طالبني. الو ايه هون ايه لحظه اهلين انسه ولا يا اهلين ايه بس لحظه لفيقوا ايه ابو الهنا ابو الهنا يمكن الان سهوله بدها اياك يظهر دبروني بشي لجنه وبدون صحن فول. الو نعم نعم انت سهوله مسافه السكه كده. يا لك أنا جاهز أني سيرولا أني ما تبلع أني سيرولا حيطير قلبي من الفرح سلامتي ادخل لك شو تدخل عم يحكي بالتليفون لا يخلص تدخل على علمك بأي لجنة حطوني يعني مشتريات مبيعات أتلاك نعم أستاذ وصل أبو الهنا نعم أستاذ وصلت أنا قريب من عندي فلان حاضر حاضر أستاذ تفضل سلامتي ادخل حلوة شاطر يا ابو الهنا شكرا استاذ ومخبي علينا كل هالمدة انا ما بحب احكي على شغلي استاذ عامل حالك مسكين يا فارط الطحين على وقت البدن يا ما تحت السواهي دواهي يعني شو هي استاذ يعني لجنة جديدة دواهي سواهي اشتبه لك اشتبه كمان عامل حالك مو عارفان بهدلت الدائرة بهدلت الموظفين بهدلت الحكومة كلها أنا سيدي مثل علي لقلك مثل شوفوا لأبو الهنا أنا مو قد مصاريبك كل ما بتعمل مشكلة بحطوا علي نقطة سوداء مو لقيان أنا والله مو لقيان مو لقيان سيدي لا لا تعصب لأنه هلا بيعلى الضغط معك بس يعني أنت فهمني شو عامل أنا وريح حالك يعني حالك ريح ما شفت الشرطة يلي برا؟ نعم استاذ شفتهم هدول جايين من شانك من شان ياخدوك ياخدوني لوين بدهم ياخدوني استاذ؟ يعني انا مو داخل ولا لجنة لا تنكر لا تنكر ابو الهنا لا تنكر فاتح لي بسطة بسوق الجمعة وعم تبيع خيار خيار يا ابو الهنا خيار ومخالف التسعيرة كمان القصة فيها التباس استاذ يعني تتذكروا حضرتكم لما اكلتوا رصاصي بقلابية الفول اكلتوا الفول بالقلابية الرصاصي بسوق الجمعة التباس فول وقلابية يوم الجمعة نعم استاذ بس انت لي شو هاد هي المعاملة مو مرقة علي لسه اجتمع لألا اجتمع يا رولا دخلي لي الشرطة لعندي هذا أحضار من المحكمة عندك محاكمة خيار يا أبو الهنا بدك خيار خيار يا أبو الهنا خيار الله يخليك يا أستاذ تذكروا لما أكلت إسماعيل بالفحم الله يخليك يا أستاذ